هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين في الفيديو ده. قبل ما نبدا الفيديو انا بس عايزه اقول ان انا اسفه، انا كنت ان انا هنزل الفيديو ده بعد يوم، يعني انا كنت منزله شورت فيديو وقايله ان بقى تكمله الفيديو هتنزل بكره، بس معلش كان عندي ظروف ما عرفتش انزل الفيديو. بس انا دلوقتي هنكمل الفيديو وننزله، واستنوا الفتره الجايه فيديوهات كتير 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض بدون توقف، فاستنوا. يلا بينا نبدا الفيديو. جايز، فيديو النهارده هيكون مختلف عن اي فيديو. انا في العاده مش هعمل فيديوهات رياكت، بس البنت دي بالذات استفزت. ما علينا من الموضوع ده، الفكره كلها معلش يا جماعه انا اسفه برضو ان انا قاعده كده، بس الرينج لايت بتاعتي باظت. مهم الموضوع ده بالنسبه لكم، انا بس اسفه لو في شادو كده، انا حاسه الموت حلو كيوت. يلا نبدا الفيديو. البنت دي يا جماعه اسمها منار رمضان. البنت دي بتفتي فتي فتيها عليها شويه فتي في الانجليش تحفه. تقوم قايله لك ايه مثلا يعني مثلا تقول لك واقفه في محل فساتين وهدوم كتير وكده، تقول لك ايه عندهم كل انواع الدريسات، دريسات مش دريسز، دريسات. لا وبتعمل لك كده اللي هو بتوريك يعني الدريسات دي ايه. الدريسات دي دريسز، dresses D-R-E-S-S dresses يا حبيبتي dresses. الدريسات دي مفيش حاجة اسمها دريسات في اللغة العربية ولا في اللغة الإنجليزية. وانتي كده قولي فساتين، طب انتي مش عارفة تنطقيها قولي فساتين، بتقولي دريسات ليه؟ وتقول لك بقى ايه البيرسينج دول اسمه بيرسينج مش بيرسينج، بيرسينج يا حبيبتي. في فرق بين البي والبي هنا من الموضوع ده. الفكره في الموضوع كله ان هي طالما مش عارفه تنطقها صح هي بتقولها ليه. هحط لكم هنا الفيديو بتاع درسات هدوم من شيئين. بص الدرسات دي للي مش محجبين حاجه كده، مش ممكن. ايه درسات دي؟ جبت لكش حاجه من عندي؟ بتقول لك درسات. ايه الدرسات دي؟ حاجه اسمها درسات. وتقول لك ايه هيلز، ايوه هيلز وليس هيلز، تقول لك هيلز وبتشلح لك عشان توري لك الهيلز، تبريك ان هي جامده يعني ودرس انجليزي. حبيبتي مفيش حاجه اسمها هيلز ودرسات، دي مش موجوده في الانجليش، مفيش حاجه اسمها هيلز. خلاص كده؟ لا هحط لكم الفيديو هنا برضو، تقولش ان انا جايبه حاجه من عندي، كله بالدليل. اتفضل. هي ماشيه على الارض بتتلبس عليها هيلز، عايزين تلبسوا عليها كوتشي اي حاجه، بس انا حبيتها بالهيلز بصراحه. حوار الهيلز ده جنني اقسم بالله. غير كده بقى تقول لك ايه بيسبول. عارفين ايه يا جماعه السواتر بتاع البيسبول اللي هو اللي نازل ترندي الفتره دي، وهو اصلا كان متفايرل قوي الفتره اللي فاتت دي. ده بقى تقول لك الماتيريال بتاع معرفش قالت الهودي ولا السواتر ده البيسبول، ماشي ماتيريال وبيسبول. مش هقول لك حاجه من عندي، هحطها لك هنا. الماتيريا بتاعتها اصلا تحفه تحفه تحفه. لسه جايه قالت دي. بص بقى اللي جاي، خد التقيله بقى. كلنا عارفين يا جماعه ان في حاجه اسمها تليجرام، هي ما بتقولش تليجرام، هي ما بتقولش تليجرام، بتقول لك ايه التليجرام. التليجرام ده بقى انا ما اعرفوش، لو انت تعرفه قول لي عنه. ايه التليجرام ده؟ على اللينك دوت وتروحوا تشتركوا في القناه على التليجرام ومحدش يطنش. دلوقتي بتقول لك التليجرام، لا وهي بتعمل حاجه وبتقول لك ايه بعيدا عن الفيديو ان انا هحطه دلوقتي، بتقول لك التليجرام وكل يوم بتكسبه. بنكسب ايه؟ هي عماله تقول كل شويه بتكسبه كل شويه بتكسبه، بغض النظر عن ان انا ماليش دعوه بالحوار ده، بس يعني لفت نظري ايه بتكسبه وايه بتكسبه، انت مش شايله بيكسبه ايه؟ ما هي طالما تليجرام يبقى بيكسبه اي حاجه بقى بيكسبوها خلاص. بص بقى تقوم قايله لك برده ايه لا دي حاجاتها كتير. فكره كلها انت مش عارفه هم ثلاث اربع كلمات اللي بتقوليهم، يا تحطيهم على جوجل ترانسليت وتسمعيهم، يا اما ما تقوليهمش خالص وما تفتيش. انت بتفتي في الانجليش ليه؟ بصوا يا جماعه انا والله مش بتريق عليها ولا اي حاجه، هي بس منرفزاني. انا بنتقدها ولا بعمل فيديوهات رياكت اصلا، ومن نادر هتلاقوني بعمل فيديوز رياكت، بس هي كانت منرفزاني. ليه بقى؟ لان انا اصلا بدرس انجليش ليتشر في خلاص. ايه بقى الهيلز والبيرسينج
والبيسبول والماتيريال والحاجات دي كلها. بصوا يا جماعه لو في فيديو انا ما حطيتوش وانا بتكلم يعني، هحطه في الاخر خالص كلهم عشان تشوفوهم تاني. بجيب كل حاجه. بصوا بقى تقول لك برضو ايه الحوار بتاع التليجرام ده بقى حاجه، وحوار الهيلز ده حاجه تانية خالص. بغض النظر عن ان احنا اتكلمنا عن البنت دي بطريقه سخريه شويه، بس هي بصراحه منرفزاني يا جماعه. فقع مراتي، فقع كبدي، كبدي اتفرم. انا زعلت من كل قلبي لما شفت ان البنت دي قلعت الحجاب من فتره. هي اصلا كانت محجبه، وكانت محجبه تقريبا سنه او اتنين، وبعد كده قلعت. اقول لك ربنا يهديني. انت ما ازاي بتطلبي ان ربنا يهديكي وانت اصلا كان ربنا هديكي؟ ازاي بتطلبي دلوقتي من ربنا ان هو يهديكي وانت في الاساس كنت مهديه؟ طب ما هو كده خلاص ربنا مش هيهديكي. هي بتقول ان انا هقلع الطرحه ومش هتلاقوني بلبس حاجه عيب او ضيقه او كده علشان البسه صح. انت يوم ما تلبسيهوش صح نعدل ونلبسه صح، ولا نقلعه خالص والدنيا ملط بقى؟ اكيد لا. انا مش مع الناس اللي بتعمل كده وتقول ربنا يهدي، لان ده مش صح. لان انت جمالك اصلا في الحجاب، مش هو اصلا فرض واساس عليكي، غير اصلا ان انت بتستري احلى حاجات فيكي. انت الحجاب ده معمول ليه؟ علشان نداري الحاجات الحلوه اللي فينا، زي شعرنا او لبسنا، او نبقاش معروضين بشكل عام قدام كل الناس. تبقي محترمه نفسك ومحترمه الناس. انت دلوقتي لما تقلعي الطرحه والناس دي كلها تشوفك، تشوفك ازاي لما تقلعيها وانت كنت اصلا نفسها؟ وكمان بتقول ربنا يهديني، ربنا يهديك ازاي وهو اصلا كان هديكي؟ كلها مش كده. الفكره ان هي كان عندها بوست كتيره جدا مش اسفه، كانت حاطه بوست كتيره قوي بالطرحه وكده، بس لما قلعت الطرحه راحت شايله كل البوستات دي وتقول لك ربنا يهديني. طب ما هو هيهديك ازاي وانت اصلا عملت حاجه زي كده؟ ليه؟ علشان انت كده بقيتي زي فتنه. يعني انت دلوقتي عندك فولورز كتير، عندها بتاع 490 500 الف حاجه كده. انت لما الناس تشوفك او اطفال صغيرين اللي بتتابعك وتشوفك كنت محجبه وقلعت الطرحه، لا وكمان مسحت الصور اللي انت كنت فيها محجبه، هما في ناس دلوقتي واخداكي للاسف قدوه. فهم واخدينك دلوقتي قدوه ازاي وانت بتعملي كده؟ انت لما تشوفي اطفال او ناس في سنك بتقلدك وتقلع الطرحه زيك وتتجمل وتقول لك لا انا بس حريه شخصيه وانا ربنا يهديني، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الفكره ان هي قلعت الطرحه، ومش مثلا قلعتها وخلاص، دي ابتدت كمان تعمل شعرها كتير وتلبس فساتين وتلبس ضيق شويه وتعمل معرفش ايه فيما بعد. انت الموضوع ده هيسوق معاكي، وكمان هتلبسي حاجات اوحش. كأنك رجعتي للصفر، وربنا عمره ما يهديكي، لان انت للاسف هو كان هديكي وانت طلعتي عن الموضوع ده. نصيحه مني ليكي، انا بنتقدك او اي حاجه خالص، انا مجرد نصيحه بعيدا عن مستفزاني حوار الانجليش ده، بس انا بنصحك كنصيحه من واحده شايفه ان مفيش حاجه اصح من ان انت تلبسي الطرحه. ارجعي عنها وبطلي اللي انت بتعمليه، هتخسري كتير. ان ما كانش اصلا ابتديتي تخسري كتير من بعد دي. كل الموضوع اللي انا عايزه اقوله، رسالتي من الفيديو ده، ان انت لو محجبه تمسكي بحجابك علشان دي اجمل حاجه فيكي. عمرك ما تفتكري ان انت لما تقلعيه هتبقي مرتاحه، بالعكس. البنت دي على فكره كل يوم اكيد ضميرها بيأنبها ان هي قلعت الطرحه. انا عايزه كل الناس توصل الفيديو ده ليها، يمكن اكون سبب في ان هي تتهدي تاني او ترجع لعقلها تاني وتتحجب، لان ده والله العظيم كان هو اصلا سبب رزقك وسبب تطلعك وان انت بقيتي مشهوره والكلام اللي احنا كلنا فاهمينه ده. انما انت لما تقلعي ماشي الناس هتفضل معاكي وكده، بس هيكونوا بيتفرجوا على اللي انت قلعتيه. ارجعي على اللي انت كنت فيه واستغفري ربنا وارجعي على اللي انت كنت بتعمليه، وبطلي تقولي هيلز ودريسات وبيرسينج. اهم حاجه ان انت لو شفتي الفيديو بتاعي ده، يا ريت تتمنى من كل قلبي انك ترجعي اللي انت بتعمليه ده، وكمان ترجعي البوست بتاعتك القديمه اللي انت كنت فيها بالطرحه، لان كان شكلك احلى كتير، وكمان كنتي قدوه للناس اللي بتتفرج عليك. كده يا جماعه دي كانت كل الفيديو بتاعي. رسالتي من الفيديو ده زي ما قلت ان حجابك هو اجمل حاجه فيكي. كل الناس اللي ما اتحجبتش على عيني وعلى راسي والله العظيم، دول انا ما انتقدهمش لان هم لسه ما اتحجبوش، دول بقى فعلا ربنا يهديهم وبدع لهم. انما انا مش مع الواحده اللي هي اساسا كانت محجبه وتقلعه، ده مش صح يا جماعه.
بس يا ريت كل الناس اللي تشوف الفيديو ده وتعرفها تشيره ليها، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. مقالب قولوا لي الفتره الجايه عايزين مقالب، عايزين فيديوهات اكشن، عايزين فيديوهات ايه بالظبط، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتعملوا لي فولو على انستجرام. ما تنسوش، بحبكم، باي.